بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ارتيد شرفت لك سو دواد السمد كولج اونلاين. ان شاء الله باذن الله كريم تحدث عن دعاء بعد التشهد الاخير قبل السلام. دعاء الاخر التشهد كي او دنبيي marka takhrido tashahudku asalhan say naqana labo hayo mid salaada u dhaxeeyo laba raqacado kala tukado lo fariisto dhaxe iyo mid ku dambeey marka ducada tashahud alakhir ku dambeeya قبل السلام إن تعالى سلام نقصان كهر دعاء الأخير إيه ما انتدق الدعاء بعد التشهد الأخير قبل السلام دعاء لنا دخيصة. اللهم الله يو إني أنا أعوذ بك وحن كامل انقلي من عذاب القبر، عذاب القبر كان له كامل انقلي، ومن عذاب جهنم، عذاب جهنم إلى كامل انقلي، ومن فتنة المحيا إلى هو حن كامل انقلي فتنة مراش والممات هي فتنة لمشاء مرشد بالآدم كنولي هاي فتنة أيها اللي أظهر والدنيا تكون فتنة ودو يوحيابا فتنة بضان أيها جرتا وإن فتنة دا كما نقشر يعني صلى الله عليه وسلم. ومن شر فتنة المسيح الدجال وحن كامل نقل إله يو من شر شرك فتنة المسيح الدجال، مسيح الدجال فتنة دي سأيان كامل نقل إله نبي صلى الله عليه وسلم وحين عمري أفرطا إن إلهي كما نقل توعدوا من عذاب من أربعة من أفر إلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمره من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومسيح الدجال ومن إله الشيطان دونا وتذكى ما القيامة صبح دونا وحنوك من علامة يوم القيامة له كران دونا علامة القيامة وين يكمي مسيح الدجال من مركها إن شاء الله ما تركسين وجوه سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.